في حفل فني من الطراز الرفيع فاجأت المملكة العربية السعودية الشعب العربي باستقدام 12 مطرب ومطربة عربية على مسرح واحد أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، إلا أن الحفل الضخم شهد العديد من اللحظات الخاصة بين المشاركين خلف الكواليس، وبعضها ظهر واضح على خشبة المسرح. أنا هبة سعيد، وهذه أبرز تفاصيل القصة في الخليج 24. على مدار 3 ساعات كاملة أطربت أصوات 12 مطرب ومطربة من مشاهير الوطن العربي أسمع الجمهور في حفل فني تاريخي جهزت له المملكة العربية السعودية على مدار أيام طويلة حتى يخرج بالشكل الرائع الذي ظهر به وجاء الحفل الغنائي باسم تيريونايت ليلة فوق الخيال على مسرح محمد عبده أرينا. وتراوحت أسعار بطاقات الحضور للحفل الغنائي الأضخم في يوم واحد ما بين 137 دولارا إلى أكثر من 500 دولار. وحمل الحفل العديد من المفاجآت القيمة التي نالت إعجاب الجمهور العربي، حيث كان هناك العديد من تريوهات وديوهات بين المطربين المشاركين في الحفل. كما شهدت كواليس الحفل الأضخم العديد من اللحظات الخاصة التي جمعت بين المطربين والمطربات قبل الظهور أمام أعين الجمهور المتابع. أحد أبرز هذه اللحظات جمعت بين المطربة السورية أصالة نصري ونظيرتها اللبنانية إليسا قبل الولوج مباشرة إلى خشبة مسرح محمد عبده. وعرض حساب قناة روتانا السعودية على منصة التواصل الاجتماعي تويتر لحظة تجلي بين النجمتين العربيتين وهما تستمتعان بالرقص على نغمات الفقرة المقدمة على المسرح السعودي ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث سادت بينهما أجواء من التفاهم والمرح في الليلة التاريخية. وهو ما ظهر واضحا وجليا في الديو الذي جمعهما سويا على مسرح محمد عبد أرينا، حيث كانت إطلالتهما متشابهة إلى حد كبير، حيث اعتمد اختيارهما على اللون الأحمر، كما بدأ الديو الذي جمعهما على أنغام أغنية حبيتك للمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز. ولم تتوقف لحظتهما الخاصة عند هذا الحد، حيث صنعا الكثير من لحظات المرح أثناء الحفل. ولم تعلن هيئة الترفيه في السعودية عن مفاجأتها الأضخم قبل الحفل التاريخي الذي جمع بين العديد من المطربين والمطربات العرب. وفي أثناء الفقرات الغنائية الرائعة التي شهدها الحفل، تفاجأ الجمهور بظهور سلطان الطرب العربي النجم السوري جورج وسوف على خشبة المسرح. ولم تتوقف تحية الجمهور للسلطان لعدة دقائق للتعبير عن فرحهم الشديد من هذه المفاجأة الرائعة. وبدأ هو الآخر في تحية جمهوره الكبير في كل مكان، وتمنى له عام سعيد ومشرق قبل أن يبدأ في وصلاته الغنائية برفقة بعض المشاركين في الحفلة، وعلى رأسهم نوال الزغبي صابر الرباعي. لكن ما أغضب جورج وسوف في حفل الرياض عشية العام الجديد كانت ظروفه الصحية الطارئة التي حالت. لكن ما أغضب جورج وسوف في حفل الرياض عشية العام الجديد كانت ظروفه الصحية الطارئة التي حالت بينه وبين مواصلة فقراته، ولم يستطع سلطان الطرب الاستمرار واقفا أكثر من ذلك، وهو الأمر الذي أغضبه كثيرا لأنه كان يريد أن يستمر الحفل لوقت أطول. بل يشهد العام المقبل العديد من المفاجآت التاريخية من هيئة الترفيه السعودية، كما حدث في ليلة رأس السنة.